من هنا من المطار الأميري. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يستمر المعزون بالوصول إلى أرض الوطن معبرين عن مواساتهم للكويت وقيادتها وشعبها إزاء مصابنا الجلل. نتابع وإياكم أيها الأخوة والأخوات وصول طائرة وفد دولة قطر الشقيقة المقلة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني والوفد المرافق لسموه لتقديم واجب العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. لا شك أيها الأخوة والأخوات أن الفقيد فقيد للعالم أجمع، والراحل طيب الله ثراه نال مكانة كبيرة في قلوب الجميع وفي قلوب شعبه وشعوب الدول الشقيقة والصديقة. إذن كما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، تصل الآن إلى المطار الأميري الطائرة المقلة لوفد دولة قطر الشقيقة حيث يصل في هذه اللحظات صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني والوفد المرافق لسموه لتقديم واجب العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها. كان صاحب السمو أمير البلاد الراحل رحمه الله حكيما حليما رائدا في السياسة والدبلوماسية، أرسى قواعد حكمه في البلاد لتستند الكويت عليها وترتقي ويعلو شأنها بين الأمم. فكانت بسبب حنكته المميزة ورغم صغرها الجغرافي كبيرة في خارطة العالم السياسية، راسمة للعالم نهجه نحو السلام، وحافظة أيضا لسلامة الشعوب. عبر بنا الأمير الراحل طيب الله ثراه عبر بنا أهوال ما يدور حولنا في منطقة تعج بالصراعات والأزمات، وبلغ بنا شاطئ الأمن والأمان والاستقرار. جهود مبذولة من الأمير الراحل طيب الله ثراه تجاه وطنه وشعبه وإنسانيته، والتي أهداها للجميع دون استثناء الألقاب والإشادات والأوسمة وكافة أشكال التقديرات التي نالها فقيدنا سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها.
وآخرها وسام الاستحقاق العسكرية برتبة قائد أعلى، ما هي إلا اعترافات مستحقة نظير عطاء متكامل لتحقيقه الاستقرار والسلام العالمية، ودعم كل الجهود التي من شأنها تحسين حياة المجتمعات والأفراد بما يعود بالدرجة الأولى على الإنسان، عبر منحه ما يستحقه من ظروف معيشية مثالية في عالم يسوده السلام ويسوده الأمن. فأينما أيها الأخوة والأخوات جارت الظروف بشكل أو بآخر، يسعى سمو أمير البلاد رحمه الله بكل استطاعته لإنهاء تلك الظروف وتسير الأيام حسبما يتمناه الأفراد لتحقيق الغاية الأسمى لمنح البشرية ما يستحقونه من عالم يصان فيه السلم ويصان فيه الأمن الدوليين. لا شك أيها الأخوة والأخوات، جهود مبذولة من الأمير الراحل طيب الله ثراه تجاه وطنه واتجاه شعبه وإنسانيته واتجاه أمتيه العربية والإسلامية، مواقف تنم عن حنكته السياسية تجاه الأزمات التي أصابت الأمة العربية والأمة الإسلامية. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يصل في هذه اللحظات إلى المطار الأميرية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق لسموه، ويتجهون مباشرة إلى القاعة الأميرية للقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، لتقديم واجب العزاء بفقيدنا وفقيد العالم سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات بهذه الصور الحية وأيضا المباشرة والتي تأتيكم من المطار الأميرية، بتقديم واجب العزاء حيث لا زالت أيها الأخوة والأخوات، حيث لا زال قادة الدول الشقيقة والصديقة يواصلون الوصول هنا إلى المطار الأميري لتقديم واجب العزاء بفقيدنا وفقيد العالم سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها. ويصل منذ قليل إلى المطار الأميري صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق لسموه لتقديم واجب العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه. مستمرون معكم أيها الأخوة والأخوات بهذه التغطية الشاملة وأيضا المباشرة، ويستمر وصول قادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الوفود يستمرون بالوصول إلى أرض دولة الكويت. ف
فكما تشاهدون يصل في هذه اللحظات إلى القاعة الأميرية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق لسموه، وباستقبالهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومعالي الشيوخ بهذه اللقطات الحية وأيضا المباشرة. إذن يقدم واجب العزاء صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق لسموه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ومعالي الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، ومعالي الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح، وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وشيخ حمد صباح الأحمد الصباح، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي الجراح الصباح، ومعالي وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر الحمد الصباح، ومعالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله مبارك الصباح، وعدد من الشيوخ الكرام. بحضورهم واستقبالهم أيضا لقادة الدول الشقيقة وأيضا الصديقة، واستقبالهم لرؤساء الوفود المعزية، وبتقديم واجب العزاء بفقيدنا وفقيد العالم سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، وفد دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق لسموه بتقديمهم لواجب العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه، حيث نال مكانة كبيرة جدا في قلوب شعبه وشعوب الدول الخليجية والدول العربية والإسلامية، حيث توشحت الدوحة السواد وأعلن الحداد وخيم الحزن في مجلس التعاون الخليجية، كما هو الوضع في الكويت ألما على رحيل سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. فعلاقات دول مجلس التعاون الخليجي استثنائية في طبيعتها، ولا شك أيها الأخوة والأخوات شعورهم بالحزن تجاه هذا الفقد ما هو إلا انعكاس لعمق تلك العلاقات، فالروابط وثيقة وتاريخية. كان صاحب السمو أمير البلاد الراحل رحمه الله حكيما حليما رائدا في السياسة والدبلوماسية، أرسى قواعد حكمه في البلاد لتستند الكويت عليها وترتقي ويعلو شأنها بين الأمم. الآن كما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات يغادر
الضيف الكريم صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني والوفد المرافق لسموه، بعد تقديمهم لواجب العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه